العناية والاهتمام بالإبل يشهد تطوراً مستمراً في الأساليب والمضامين، فأقيمت العديد من منافسات مزاين الإبل، وهي مسابقات بين كبار الملاك تعنى باستعراض جمالها والتباهي بتميزها وأصالتها. انبهاقة الظهر، السنام، موقع السنام يكون منفهق، ميزة عرض جنب الناقة قدام وورا. سمعت كل ما تكون سلفها وسيع ميزة، كبر الورك سمعت ميزة، وسع النحر، وسع نحر الناقة ميزة، جبارة العظم ميزة، شولت اليد لا سقتها، شلت يدها أما سيده ولا تشلها على الخارج كذا، سمعت ميزة، وسع شخر الناقة، كبر خف الناقة، سمعت ميزة.